أنا دكتور أحمد لطيف، طبيب متخرج من كلية الطب في تونس في مطلع الثمانينات، متزوج، قبل 4 بنات. عملت في البداية ككل طبيب متخرج 2 سنين تربص تكويني تابع تكوين طبيعي في كلية الطب، ثم في المستشفيات التونسية، ثم بعد ذلك عملت في شركة بترولية، كنت الطبيب المشرف على المركز الصحي فيها في البرما مدة 1.5 سنة، ثم عملت في القطاع العام في أواخر 80s. كنت قبل ذلك اعتقلت في 87 مدة 9 أشهر و22 يوم، وبعدك دخلت في نطاق المهنة الحرة حتى إيقافي في 1991، 9 جويلية 91، حيث قضيت 16 سنة 16 يوم في السجن. خرجت في 25 جويلية 2007. اهتماماتي هي بالأساس ذات طبيعة فكرية وبحثية ودراسية، إلى جانب دراستي واهتماماتي الطبية. على سبيل المثال، نتحصر مثلا في كلية الطب في تونس لم يكن هناك تخصص في مجال الدراسات الجنسية سيكسولوجي، فهذا اهتممت به ببحث ودراسة ذاتية شخصية، وإن كان في السنوات الأخيرة تم إدماج هذا التخصص ضمن التخصصات اللي تدرس في الطب في تونس، لكن قبل ذلك في 80s و70s لم يكن ذلك موجودا. وأكاد أزعم الآن أنني من أكبر المتخصصين على مستوى العالم في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة في كل مراحلها، على ضوء البحوث والدراسات التي أجريتها والتي سنأتي على طرف منها في سياق حديثنا هذا. منذ تلمذة الثانوي كنت قارئ مهم، وبالتأكيد أن الكتاب الكبار هم قراء كبار قبل ذلك، وبقدر ما يتحاور الإنسان مع إنتاجات وإبداعات الآخرين يكون مهيئاً ليكون طرفاً مبدعاً ومنتجاً، ويمكن الاستشهاد في هذا المجال بما كتبه الأديب والمفكر الإيطالي أمبرتو إيكو في روايته الأولى اسم الوردة، حيث يقول، ونخرج المقتطف من مجال النص الأدبي إلى المجال الفكري الذي نحن بصدده، وهو أقف على أكتافهم ليرى أبعد من الأفق. وتصبح كتابات الآخرين وإبداعات الآخرين إلى يوم الناس هذا منذ وجدت الكتابة ممهدة السبيل لإبداعات جديدة وفكر جديد يتغذى مما سبق أن كتب ليضيف إلى ذلك، وتلتقى عنصر المراكمة والتحولات الكمية والنوعية، والله الموفق. بالإضافة للمطالعة والمحاورة لما هو مكتوب على كل الأصعدة والمستويات، كتبا ومجلات دراسية في مجالات معرفية مختلفة، واهتممت باكرا بالمجلات علم النفس والمجتمع والفلسفة والتاريخ، إضافة للمجالات الفكر الإسلامي الأساسية من دراسات قرآنية وحديثية وعلم أصول الفقه وأصول الدين والسيرة النبوية. آلاف من الكتب التي تصفحتها عيناي وحاورها عقلي، بالإضافة لمئات أو آلاف المقالات في مجلات معرفية ذات مشار مختلفة مثل الفكر العربي المعاصر والفكر العربي ودراسات إسلامية، وكتابات أيضا بالفرنسية. كنت محاضرا في العديد من المنابر الشبابية والفكرية طوال 70s و80s، حيث كانت بعضها هوامش الحرية. ألقيت دروسا في عديد المساجد وخطب الجمعة في الجامعة، أعرف الناس في تونس مفكرا ومنتجا للمعرفة، وأعتبر أن أكبر رغبة هي رغبة المعرفة. ودوما أقول لبناتي أنه لا ينازع لذة المعرفة إلا محبة أم شروق وأبو شروق الذي هو أنا وزوجتي رحمة الله عليها.
نشرت قبل في مرحلة الثمانينات 6 كتب. كتابي الأول اسمه من أجل حياة جنسية إنسانية وناجحة، وهذا كتاب كتبته متأثما كما يقال. عندما يقرأ الإنسان كتب الحديث يمكن أن يعترضه مثلا بعض الحديث رواها الصحابي الجليل معاذ بن جبل رحمة الله عليه على فراش الموت، فيقول هذا الحديث رواه معاذ بن جبل متأثما خوفا من أن ينطبق عليه من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. نظري ما تبين لدي من أن العديد من حالات الزواج فاشلة، وهذا تؤكده العديد من دراسات الميدانية، أن سبب الفشل في الحالات الجنسية يكمن خلف نسبة كبيرة جدا من حالات الفشل في الزواج. كتابي الثاني هو فلسفة زي الإسلامي، وهو كتاب يتم في بابه على حد علمي على الأقل، باعتباره أن الكتاب الوحيد الذي يتناول مسألة الحجاب من زاوية المقاصد والحكمة والفلسفة التي تحكمه. كتابي الثالث اسمه الإشكال الجنسي في الواقع المعاصر، هذا بمنهج جديد ومبتكر، وعالج فيه بعض الظواهر الجنسية لأخلص إلى ما أسميه المشكلة. المشكلة الجنسية مفرقا بين الجنس الذي تحدده الهرمونات الذكرية والأنثوية لدى الرجال والنساء، لكننا نرصد في الواقع رغبة جنسية إضافية وأحيانا بل بالكثير من الحالات في الواقع المعاصر متضخمة. تلك الإضافة التضخمية هي التي سميتها المشكلة الجنسية، وهو كتاب لازال يطرق أرضا بكرا ويتيما في بابه. كتابي الرابع كان بعنوان فلسفة كتاب كان بعنوان قراءة رسالية في الصوم، وهو يتنزل ضمن ما سميته سابقا بالمقولات والدلالات، يرصد حكمة الصيام من أجل أن يعيش الصائم صوما يغطي مجالات حياته ويستمر بعد انقضاء شهر صيام ذاته. كتابي الخامس كتاب صغير ولكن مهم، هو مقاربة إسلامية للاستلاب النسائي، خصوصا أن موضوع المرأة كثيرا ما يعتبر الواقفون على الأرض الإسلامية مقصرون في هذا الباب، وكأنهم يسودون وضعية متخلفة للمرأة. وكان لزاما أن نقدم قراءة تتحرر من أثر التغريب من جهة ومن أثر الانحطاط من جهة ثانية. كتاب السادس صدبرا هو المسجد مؤسسة ورسالة، هذا صدر في سنة 90 لكن منع وقتها من التداول، وهو كتاب كما يدل عليه عنوانه يرصد المؤسسة المسجدية في المدينة الإسلامية وموقعه، ويبرز الحكمة والمنطق الذي يحكم ما يحدث داخله. وخصصت له بابا عن فلسفة الحلقة المسجدية، الذين يحضرون حلقات في المساجد يتدارسون فيها أمورا بينهم، كما جاء في الحديث أن الذين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. الإبانة عن المنطق الذي يحكمه، على سبيل المثال عندما يقدم شخصا موضوعا ما ثم يحاوره الناس، يتعلم الناس أن حسن الإصغاء ثم حسن المحاورة والاختلاف، ويمكن أن يبدع في القول والإبانة، ويمكن أن يخطئ، ويمكن أن يتلكى، يمكن أن يشد بعض العسر في التعبير عن رأيه، وشيئا فشيئا يمتلك ناصية اللغة، يتعلم أن هناك من يتفق معه 100%، وأن هناك من يشارك الرأي بنسبة 50%، وهناك من يقف على طرف النقيض معه في هذه الفكرة ويلتقي معه في فكرة أخرى، وهكذا الدوالي. يا تونس خدمناك وفيك شقينا، ونطلب على الله أجرنا إليك.